فوالا احبابتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد. فوالا ان شاء الله تكونوا بخير على خير. صافي لونتون ما درت لكمش فيديو باش ندردش معكم ونحكي مع احبابتي صحباتي خياتي اللي في دال ديالي المشتركات في القناه اللي تبعوا قناه لوندا ديزات شمس الحياه. ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه جيده ان شاء الله، وربي يدومها علينا وعليكم. Je suis très contente, راني فرحانه بزاف على خاطر راح ندير لكم نبارطاجي معكم ونشارك معكم هاد الفيديو اللي حبيت نتناقش فيه معكم ونحكي لكم. بيان سور كيما في لو تيتغ حطيت لكم في لا فيديو كيما قبل ما تدخلوا قريتوها اكيد، كيف درست في الجامعه وانا تلميذه في السنه التاسعه من التعليم المتوسط او في السيام او في الكوليج، وكيفاش او ميم طون انا نقرا سنه التاسعه في الكوليج كوليجيان او ميم طون قريت في الجامعه ودخلت للجامعه. كيف حصل هذا؟ هل ممكن نقول لكم باللي وي توتافي انا كنت تلميذه في السنه التاسعه من التعليم المتوسط كوليجيان وحصل لي الشرف و جي اون اوكازيون دو رونتري دخلت الجامعة الونيفرسيتي بيان سور دو بن عكنون اي تو سا سي غراس ا ما سور. كيفاش نحكي لكم البنات دونك كيفاش درت باش قريت في الجامعة وميم طون قريت في السنة التاسعة يعني في الكوليج في السيام. بون كيما قلت لكم اختي جامعية متحصلة على الباك ودرست في الجامعة، وانا كنت نبروبوزي لها باش ما نكذبش كنت نقرا سنه التاسعه عادي يعني تلميذه عاديه، كنت نطلب من اختي وكنت نقول لها اسكو نحب نجي معاك نقرا في الجامعه ونحب الجامعه نحب ندخل الجامعه، كانت تقول لي اون فاي سيي اون فوا قالت لي جوي تيستي جوي سيي دو تو فير رونتري افيك موا لداخل الجامعه. قلت لها مي قالت لي مي سي ريسكي سي با دو تو فاسيل مي بون. Je l'ai accompagné ce jour-là, j'ai raté, donc j'étais absente ce jour-là, l'école, ma rach nqara, ou khsrat li plusieurs fois, ne manqué l'école, ma rach nqara f l'école ta'i, li huwa le collège, ou nrach le jami'a, yani f plas ma rach nqara, wa na telmida, yani f plas ma rach nqara f le collège, f suyam, nrach nqara ma akhti f le jami'a. وكان في عمري هذاك 15 سنه. فالاول مره رحت مع اختي للجامعه على برا واش درنا، دونك عطاتني البطاقه نتاعها بطاقه الدخول، وعلى بالكم بطاقه الدخول فيها بيان سور تصويره او صوره شمسيه، فقالت لي هي وصلتني من قبل قالت لي هاوليك الحارس يعني قدام الباب على داخل الجامعه، قالت لي فوالا دونك تدخلي وكاين يعني موجه كبيره من التلاميذ اللي داخلين زادمين وكاين اللي خارجين، دونك ازدحام كبير، دونك فوالا عطاتني البطاقة. أنا بروحي بنفسي ما عرفتش، جاتني واحد الثقة في النفس وكأنني فعلا ما عندي لا ارتباك لا خوف لا حتى حاجة، وكأني فعلا جامعية عادية جدا. عطيت له البطاقة، شاف البطاقة وتأكد وقرأ الاسم وما سألنيش، قلت له صباح الخير. عطيت له البطاقة، أنا اللي رحت شخصيا ماشي تهربت ولا رحت زكزيكيت منا ولا منا. فشاف الصوره الشمسيه او في لا فوتو وغزر فيا وشاف لا فوتو هبط لي راسو هكا قال لي وي اوكي روحي با بون اي ما اوتوريزي تو رونتري. دونك انا نشبه لاختي دونك سي بور سا لي تري بيتيتر باسكو ني سور حنا خيات، دونك ما فاقش باللي انا ماشي هي اللي راهي في لا فوتو، حسبني انا، دونك خلاني ندخل. ومن بعد رحت نجري باسكو اختي كانت سبقتني، رحت نجري عند اختي قالت لي تا ريوسي، قلت لها وي جي ريوسي. دونك فوالا ومن بعد دخل الجامعه، بديت نكتشف الجامعه وبغيت دورنا شويه في الساحه هذيك تاع الجامعه، واكيد انصدمت شفت صوالح في الجامعه اللي صدموني اكيد، وهذه في جامعه بن عكنون، فشفت بنات يعني يتكيفوا السجائر وقاعدين وكانك راكي في عالم اخر او في اوروبا جو سي با. مي انا تشوكيت صدمت وقالت لي اختي لا ما تتصدميش، هادو تتعود على الانسان يشوفهم عادي يعني هما يمثلوا نفسهم وما على باليش، وقالت لي بلي فوالا دونك كل انسان حر في شخصيته وفي ذاته وطبيعه الحال في طبيعه هذه هي.
فوالا دونك هذه هي. من بعد دخلت الاداره قالت لي ما تقدريش تدخلي الاداره حيت كان عندها ان بوتي سوسي في لي دوكيمون، راح تخرج تخرج ولا تخرج ولا يعطوها ان يعني ورقه وثيقه. فقالت لي قعدي هنايا، هي طلعت وحدها الاداره لاخت هما يسقسوك ويحاولوا يعرفوك تو دونك بوغ ايفيتي لي بروبليم. دونك ما تبعتهاش الاداره. ومن بعد ما خرجت من الاداره نشفى كي اليوم وي وي تتعفي، دونك جي غيان اوبليي. فراح تقرا في القسم، قالت لي ما تقدريش تدخلي معايا القسم، كاين بزاف تلاميذ اللي هما يعرفوا بعضهم، وحتى الاستاذ دونك حافظ التلاميذ ويعرفهم، يعرف لي تتوهم وبتات خمام الاسماوات دونك فوالا. فدخلت اختي قرات استنيتها واحد الساعه، ومن بعد زيد دخلت قسم واحد اخر استنيتها ساعه، وشفت كنت في الدرج قاعده ما بقيتش نروح للساحه، دونك بقيت نستنى فيها. صبرت، جو سوي كيكان كي باسيونت، قعدت في الدرج نستنى فيها، واقفه ماشي قاعده في الدرج دونك واقفه، وكانوا يشوفوا فيا تلاميذ رايحين جايين، ربما لاخاطش كان في عمري هذاك، انا ذاك كان في عمري 15 دونك اكيد كنت مراهقه صغيره، فيشوفوا فيك انه صغر وباينه بلي طفله مينيون صغيره هكذا جايه تقرا في الجامعه، يقول لك هذه مخ فوالا. دونك j'ai lu la curiosité les visages, certains visages d'étudiantes, d'étudiants universitaires, mais bon, j'ai fait comme ça m'a semblant, ça m'a rien qu'arrêté, voilà qui m'a sorti de la tête, je me suis bougé, je me suis sorti. Voilà, donc oui, un acteur, acteur, وندخل بالبطاقه تاع اختي عادي في بلدي، هذه في زمان بكري ماشي دوكا، بوتيت راهم ديجا دوكا بوتيت بتتعبوها اي تو جو سي با. المهم من بعد انا وين قدرت نقرا مع اختي، قرات معاها داخل في المحاضره، يعني شاركت في المحاضره وقريت في المحاضره ودخلت، وكان واحد الاستاذ يلقي عليهم درس وكان عجبني هذاك الدرس، وكنت نسمع له كاني فعلا تلميذه، فكنت نسمع له. كانت اختي تبع الحقوق، يعني شعبه الحقوق القانون، كانت حابه باش تخرج محاميه. اليوم راهي عايشه في فرنسا حاليا وعندها دراري ما شاء الله عليهم فوالا. دونك اختي متقفه وتقرا مليح وفور، وهي نورمالمون لو كان تبعت للشعبه تاع لو فرونسي لو كان راهي وصلت، مي هي تبعت القانون، والقانون والحقوق شعبه الحقوق صعيبه 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 بالبزاف، دونك هي تبعت شعبه اللي واعره، مي هي وصلت وكانت عصاميه ومجتهدت باش وصلت. المهم هي وصلت وعندها نيفو سكولير فريمون ناجحه في حياتها مهما يكون، وعندها يعني متقفه، انسانه متقفه واعيه ايتو. دونك فوالا سي غراس ا ال اللي قريت في الجامعه، وهذه هي حبيت نحكي لكم على كيفاش وصلت قريت في الجامعه، وكيفاش كنا نحكموا لو طران باش نروحوا، وان فوا كانت غوتار راحت بريب وصلت غوتار وتفرفشت وتقلقت كتو ايتو. ما قالت لي فوالا ندو ان تاكسي، تاكسي حراقه، تاكسي اون نوار يخدم فوالا. دونك كيما تعرفوا طريق الجي مضيقين شويه، لي يعني كان سي ان تاكسي سون بابي دونك يخدم هكذاك على روحو. فركبنا معاه، فرونشمون حسينا روحنا نطيرو، ما على باليش قريب درنا اكسيدون، بعد شرط كي الزرب في الطوموبيل حتى 5 مينيت وصلنا. بون داخل الجامعه رحنا شفنا الاحياء، يعني لي ريزيدونس يونيفرسيتير، شفنا الاقامات الجامعيه وين يسكنوا، سي لي يسكنوا بعد بيان سور. انا اختي لا تقيم في الجامعه، ما تسكنوش بزاف بعاد على وين تقرا بعد الجامعه، دونك بون طران او ميم طون فوالا. الوغ قالت لي ميدي نروحنا نفطروا لا كونتين يونيفرسيتير، درنا لا شين لا كو صف، دونك كانوا ناس متهذبين متخلقين كل واحد فاهم روحو، سي دي زادولت يس كومبورت كوم دي زادولت فوالا. دخلنا داخل لا كونتين ولقينا لي دام دو سيرفيس وحطوا الماكله ايتو، يا في دي بلاطو واش يحطوا لك لي بلاطو، تدي الطبسي تاعك يفرغوا لك. ورحنا اخترنا اون بلاس باش نقعدوا انا واختي، اون تابل فيد غير انا وهي، حطوا العدس نشفى هذاك النهار مع الحوت ولا السردين و ان فروي جو مي سوفيان با، والخبز بيان سور والماء. دونك تو سا ما اكسبليكي اختي بلي عطوا لهم ياكلوا كل حاجه فيها فيتامين، كيما العدس فيه الحديد، كيما باش يساعدوا التلاميذ على بيان سور باش يسكونسونطر التلاميذ، و فوالا.
ومن بعد خرجنا من فما من لاكونتين، ومن بعد مع العشاء على بالكم كي خرجنا جوعنا ثاني باسكو ما يحطولكش بزاف في لاكونتين يونيفرسيتير، ما يحطولكش بزاف الماكله دونك تبقاي جعانه. فوالا هذه هي. دونك ملي خرجنا رحنا الفاست فود، يعني ادينا امتي ندينا ساندويتش هكذا وكلينا وكملنا طريقنا. فوالا دونك نقول اختي جي باسي دي بون مومون افيك ال، سي غراس ال قريت في الجامعه و سيتي دي مومون انوبليابل، دي مومون ما يتنساوش في حياتي، بقاو دائما غرافي دون لا ميموار. اكيد نشكرها يعني ما شاء الله عليها. فوالا وكان انا لو كان تبعت دراستي وقريت ما كنتش على بالي واش كنت حابه سانسامو. كانوا يقولوا انتم واش راكم حابين تخرجوا بلوطار، واش كنت حابين تخرجوا بلوطار، كنت نقول لهم انا دائما قرايه تاع فرونسي. اون فري انا ماشي حابه نكون قرايه تاع فرونسي. لا فيريتي لو كان تبعت قرايتي انا على حساب واش نحب انا، لو كان راني تبعت علم النفس ونحب الفلسفه، ونحب الفلسفه، نحب نتفلسف، نحب ندخل في لي ديتاي، وكذلك نحب العلم النفس، نحب نعلم النفس بزاف. لو كان ليا انايا الحاجه اللي نحب، يعني المهنه اللي نحبها هي بسيكولوج او طبيبه نفسانيه. لو كان يعني اخترت راني حنكون ان شاء الله، لو كان راني كنت طبيبه نفسانيه، لانه لحد الان نحس روحي نحب هذا لو كوتي بسيكولوجي فلسفه علم النفس، جام بوكو فوالا جادور سا. هذه هي. دونك وانا كي كانت اختي تقرا في الباك بيان سور، كانت نجحت كذلك، كنت انا نخلي الكتب نتاوع تاع الدراسه تاعي تاع لو نيفو تاعي ونروح نقرا الكتب تاع الباك، يعني نروح نفتح تاع الجرامر سواء اي حاجه، يعني نيفو سكولير تاع الباك تاع سنه ثالثه ثانوي، وكنت نحب نقرا بزاف تاع الباك، نحب ما نحفظ جو سي با جوستي جيتي كوم سا، نحب نتعطش باش نقرا تاع الباك. فوالا فوالا وثان كنت نشد لها اختي كانت تحفظ وانا نشد لها. فوالا وثان كاينه حاجه واحده اخرى حبيت نحكي عليها اللي هي جابرك ما هذا ما قلتهاش. انا يا كنت في قرايتي يعني ملي سنه اولى لسنه تالي وصلت سنه تسعة اساسي، انا ما رحتش الليسي سانسيرمون. علاش ما رحتش الليسي؟ على خاطرش ما كنتش نحب، ما كنتش راح نقرا، كنت راح نسخن البلاصه برك ما سي لا فيغيتي. ما كنتش نحب نسمع للاستاذ، كنت نحب نضحك، كنت نروح بو ماميزي، ما كنتش نحب باش نقرا. مي جي با ريغريتي باسكو لي قرا وصلوا، مام انا عندي اختي جامعيه وقرات وباش وما ما ما لا ريان في مام، هي قالت جي ريغريتي دو قريت وكيلي بالدكتورا وباللي الماجستير وليسونس، ورا نشوف فيهم شومير كيلي هبلوا القرايه هبلتهم. دونك فوالا جو ريغريت ريان. انا كنا هضرت على روحي انا واش تقول اختي اللي وصلت الجامعه وقرات ومسكينه تعبت، واليوم ما نالت والو من القرايه غير التعب والسهرات ومرضت وطاحت وتعبت بلا فايده. دونك فوالا جو ديكوراج با لي جون لي راهم يقراو، نقول لهم قراو كملوا قرايتكم بالك فيها خير ان شاء الله. هذه هي. كل واحد وساعدو، كل واحد وزهرو، ومعرفه سايكزيست المعرفه. باش نقول لكم باللي اللي عنده الكتاف بلي دعمو بنت عمها خالتها قادره تكون والو، قادره تكون من والو، قادره تولي حاجه. كاين انا سمعت بهم ولاو ديريكتور الوغ كو ما عندهمش لو نيفو باش يولو ديريكتور. فوالا تو سامبلومون مساله تاع معرفه كاينه. كيما قلت لكم انا ما كنتش نحفظ، كنت فقط نراجع ربما مراجعه خفيفه جدا، فلما كنت نروح كاين اكزامان فرض ولا اختبار فكنت نعتمد على الثقافه العامه والمراجعه الخفيفه وهكذاك، وكنت ندي كاز وما سعفنيش الحظ اني نطلع الثانويه. كان فقط حلم، ما كانش حلم كبير بالنسبه ليا، وما كسر لي تكسرت في حياتي لما ما وصلتش اني ان نوصل للعام هذاك، لاني انا اللي ما اجتهدتش ولا فوت فيا. دونك سي بور سا كنت نضحك، كنت نقدم، كنت نروح ما كنتش نروح باش جيتي با سيريوس في القرايه. دونك فوالا هذه هي. و ميم طون كنت كي نحفظ وكنت كي نراجع 100% كنت ندي سوا 20 سور 20 ولا 40 سور 40. وصلت لي وندي 40 سور 40 جي اكسبلوزي ليكرون. كاين بزاف صحاباتي نخلعوا فيا كي ندي 40 سور 40 ولا 20 سور 20، سي لا و نكون حفظت فريمون شي حاجه. فوالا دونك ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ديالي تقاسمتها معاكم، وهذا لو فيكو ديالي كيفاش قريت من سنه التاسعة وانا ميم طون كنت في المتوسطه ودرست في الجامعه،
والشعبه قلت لكم اللي كنت اللي نحبها لدوك، مازال نحب لابسيكولوجي، نحب بزاف العلم النفس والفلسفه الى اخره. تحيه لكل تلاميذ واللي جابوا الباك، نقول لهم واللي راهم يقراو في الجامعه نقول لهم تحياتي لكم، وتشجعوا وقراو وان شاء الله تنجحوا كاملين وتلقاو المنصب العمل اللي يواتيكم واللي يليق بكم. هذه هي فوالا. دونك ماشي اللي كامل ما قراوش ما ينجحوش، كاين اللي ما قراوش وصلوا ونجحوا. كاين اليوم مراكز التكوين المهني اللي تكوني روحك بهم، كاين بزاف صوالح انت وزهرك بيان سور، وانت والاراده نتاعك وانت واش راكي حابه في حياتك، واللي حابك شي حاجه ان شاء الله ولا امنيه في قلبه ان شاء الله يوصل باش يحققها. هذه هي، وعلى نياتكم ترزقون. نقول لكم ان شاء الله تعجبكم لا فيديو ديالي لكم، ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه، ونقول لكم جوايوز فيت بون اني ان شاء الله 2020 اللي مازال ما وصلناش ليه ان شاء الله، وان شاء الله يكون عامها جديد قرب العام القديم ان شاء الله يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء يا رب العالمين. اذا عجبتكم لا فيديو البنات ما كثروا لنا بزاف ملي لايك، عجب الفيديو وتهلاو لي بزاف في روحتكم. كنتم مع قناه لوندا زيزا شمس الحياه. باي باي.